يعني دي حاجة مهمة قوي في البلوت فلو، لأنه الكيدني مهمة قوي قصة الريليشن اوف ذا بلوت فلو والفانكشن بتاعها. طبعا اولا لأنه we need to have a very large flow علشان نعمل ايه؟ فلتريشن كتير، مش كده؟ عشان كده this is one thing. وعشان كده بهذا السبب يعني انه الكورتكس اوف ذا كيدني has 98% of the blood flow. ليه؟ لان كده الكورتكس فيه ايه؟ الجلوبيرولات. وبيحصل ايه في الجلوبيرولات؟ الفلتريشن. كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة لازم يكون الفلو اللي في المضلة سلاج، يعني ايه سلاج؟ بطيء. عشان كده هو فلو قليل 2% بس وماشي بشويش. And this is very important for a function which is urine concentration. Concentration of urine or ability of the kidney to produce the concentrated urine is another important function to conserve the water. مش كده؟ الكلام ده أو ability of the kidney إنها تعمل concentrated urine بيتم بواسطة نوع من النيفرونز اللي هو عندي نوع جاكستا بدالة. جاكستا بدالة النيفرونز. بقى قلنا إن في عندنا كورتيكال نيفرونز وجاكستا بدالة النيفرونز. أوكي؟ الكورتيكال نيفرونز هي الجلوميرولس بتاعها يعني على سرايا من السيرفس وبتكون اللوب اوف هاند بتاعها مايل قصيره قصيره كورتيكال قصيره يعني تبين كده في المدامه وراجع. ولكن الجاكستا بدالة النيفرونز وخلوا بالكم من كلمه جاكستا بدالة دي، حاجه ثانيه اسمها جاكستا برضه جاكستا جلوميرولس، ما نتلخبطش بين الاثنين. دي حاجه اسمها جاكستا بدالة نيفرونز. جاكستا مدالة يعني جنب ايه؟ مدالة. فإذا ده اسمه جاكستا مدالة. ده جاكستا مدالة نيفرون أو نيفرونز يعني بيمثلوا 15% من الكم مليون نيفرون اللي عندنا؟ 1.3 each kidney. يعني عندنا 2.6 مليون في الـ 2 kidneys. 15% من دول عبارة عن جاكستا مدالة. الجاكستا مدالة بيكون ال 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 وبالتالي بيكون حواليه كمان نوع تاني من البلاد فيسلز غير البيري تيوبيولر اللي قلنا عليه اللي هو اسمه ايه؟ لافازا بريشا. فبيبقى عندي تيوبيول نازله بيبقى عندي بلاد فيسل كمان نازل، والكلام ده نازل وطالع في الرينال تيوبيول ونازل وطالع مين؟ في الفازا بريشا. بسمي ده كاونتر كارت، يعني في فلو نازل وفلو طالع، فلو نازل وفلو طالع. اسمه كاونتر كارت سيستم، هنشرحه بعد كده بالتفصيل. لكن this is very important for creating hyperosmolarity في المدلة، وهذه الهايبرosmolarity مسؤولة عن انه الكيدني تقدر تعمل concentrated urine. اوكي؟ يبقى اذا البلاد فلو قلنا اهميته ايه؟ يعني او انه مفيد يعني شوية حاجات مهمة. اولا انه الكورتكس بتاخد اكتر عشان الفلتريشن، والمدلة لازم يكون فيها الفلو سلافش، وده مهم من البروس اوف كونسنتريشن اللي بتتم بجاكستا مدلة نيفرونز. حاجة تانية مهمة، أنا يعني رسمة خايفة شوية هنا، بس أنا عايز كنت أوريكم حاجة مهمة. ده الجلوميرولس، أوكي؟ وإحنا اتفقنا إن الجلوميرولس إيز الكابتور كابيلاريز، ده جاي لها البلاد منين؟ من
ان انا اقدر اتحكم عن طريق الاكل والافرن في البريشر ده. ازاي؟ لو انا زودت الدايمتر اوف ذا افرن ارتريول هيحصل ايه؟ هيزيد الفلو، يبقى عن طريق اني اوسع الافرن ذا فلو بالانجريز، ولما الفلو يزيد يحصل ايه؟ البريشر هيزيد. هل دي الطريقه الوحيده اللي اقدر اتحكم فيها في البريشر هنا؟ لا، ده انا عندي هنا مخرج. المنط ده عباره عن السموث ماسلز. الافرن ارتريول اقدر اعتبره زي صمام بيقفل ويفتح. يعني المخرج ده مش دايما بنفس الدايمتر. لو انا ضيقت هنا عملت كونستريكشن للمسل السموث ماسلز في الافرن، هعمل ايه في هنا؟ هزود البريشر، صح؟ يعني انا الدم دخل ومش عارف ايه ياخد الصوره، صح؟ فهبص الاقي ان البريشر هنا حصل له ايه؟ زاد. ماشي؟ يبقى اذا انا عندي طريقتين ان انا اتحكم هنا لوكالي في هذا البريشر. هذا البريشر مهم جدا لان هو ده this is the main ايه؟ filtering pressure، صح؟ هو ده المين filtering pressure، بيعمل لي filtration. فانا الكدني طبعا الظروف بتتغير، يعني انا عندي بلاد فلو، عندي هايبرتنشن، عندي البريشر بيقل، عندي هايبرفوليميا، عندي سيمباثيك ستيميليشن، عندي ديفرنت كونديشنز، ها؟ فانا محتاجه اغير اظبط الدنيا، فظبطها هنا مش بس بطريقه واحده، مش بس ان انا اقول طب خلاص عايز اظبط البريشر هنا، طب خلاص انا اوسع الافرنت هيزيد الفلو ويزيد البريشر. لا، في كمان انذر ميكانيزم which is اني اضيق و كونستريكت ذا افرنت، بس حلو بقى كونستريكت ذا افرنت مش هحله خالص. لو قفلته خالص يحصل ايه؟ خلاص انا اخدت بقى الميه ونص مش هي يعني خلاص مش هيحصل فلتريشن اساسا، انه البلاد خلاص مفيش يعني. لكن لو انا عملت مودرن كونستريكشن يبقى انا بس ضيعت الخروج، فلما ضيعت الخروج عملت ايه؟ عملت الخروج زودت البريشر هنا. فدي امبورتنت فاكت يعني، وعارفينها انه في ادجستمنت بتحصل، وهذه الادجستمنت ممكن تتم عن طريق الافرن انكريز ذا فلو او عن طريق الافرن مودرن كونستريكت ذا افرن ارتريول اند انكريز ذا بريشر انسايد ذا كومات. طبعا في حاجات كتيرة بتأثر على الكلام ده، يعني في حاجات بتعمل دايركشن للأفرنت، في حاجات بتعمل كونستريكشن للإفرنت. من أشهر الحاجات اللي بتعمل كونستريكشن سبيسيفيكالي للإفرنت الأنجيوتنسين 2. أنجيوتنسين 2 سبيسيفيكالي بيعمل كونستريكشن للإفرنت أرتيريول. أوكي؟ فإذا إحنا كل ده عمالين بنحاول نتكلم في الفلو بتاع البلاد في الكدني بعد الفاكتس اللي أنا عملها أول. حاجة تانية، لما بنيجي نتكلم نقول رينال بلاد فلو، احنا عادة بنقول رينال بلازما فلو. احنا بنطلع الار بي سيز بالقصه ليه؟ ما الار بي سيز مالهاش علاقه، مش هتفلتر وملهاش دعوه خالص. فدايما لما بنيجي نتكلم بنقول ان احنا بنحدد او بنديتيرمن ذا رينال بلازما فلو. لو عايزين بعد كده نحسب الحجم الفوليوم بلاد نقدر نحط الهيموجلوبين فاليو ونحسبها، لكن احنا عادة لما بنتكلم عموما في الكدني دايما نتكلم او الكلام عن الرينال بلازما فلو. احنا بنقول ان الرينال بلازما فلو في الكدني قلنا امبارح كام في المية من الفرد الاوتبوت؟ 25% 20 ل 21% تقريبا 1.2 ل 1.3 لتر بير مينت. قد ايه من دول بلازما؟ 50 55، صح؟ تقريبا نص، اكثر من نص الجرام، صح؟ فنقدر نقول رينا بلازما فلو رقم كده 600 ملم بير متر، صح؟ فدي حاجه ثانيه، احنا دايما لما بنتكلم عن فلو في الكدني بنتكلم عن ايه؟ البلازما فلو مش البلاز فلو، حيث ان الار بي سيز ار نوت سبوز ان هم يعدوا ان هم شغالين خالص في القصه. طيب دي حاجه ثانيه، فاكت ثانيه. احنا اتكلمنا عن الهاي بريشر هنا. نقطة تانية برضه ليه ان البريشر في الجلوميرولس عالي؟ انذر بوينت انه الافرنت اصلا اضيق من الافرنت، يعني من غير كونستريكشن الافرنت ارتريول از نارور ذان ذا افرنت ارتريول، فبالتالي ده بيخلي البريشر في الجلوميرولس ماله عالي. خلاص؟ يعني ضمن الفاكتس اللي ليه الجلوميرولس كابيلاري بريشر عالي ان الافرنت دايركت
طيب حاجة تانية برضه في الكلاس، احنا قلنا انه انا عندي كام كفيلة بالبلد في الكيمياء؟ ريليشن تو ذا نيفرون 2 صح؟ ده واحد this is the first كفيلة بالبلد which is the numerus، والتاني هو مين؟ البلد يوتيوب يعني يوتيوبيول والبلد بيبقى فيه بلد حواليها يعني ايه اندايركت كونتاكت. ليه لازم يكون البلد اندايركت كونتاكت مع تيوبيول؟ انا عامل تيوبيول دي او جيت باك ايفري ثينج اولموست، لا مش ايفري ثينج طبعا، يعني اولموست كل الحاجات اللي انا عايزها الا الحاجات اللي هتبقى ايه؟ سكريتد الويست. فبالتالي لازم يكون في بلد اسمه ايه؟ باري تيوبيولار كابيلار. كويس؟ في حاله الجاكستا ايه؟ ميدالاري نفرون الباري تيوبيولار كابيلارز دي كمان بتبريك انتو ايه؟ البطري تاني مثلا كده لو هيعمل كده فازا ريكتا ويطلع تاني يبقى ده الفازا ريكتا. بعد كده خلاص بقى بنبتدي نخش في الايه؟ في الفينس سايد. اتفقنا ان الفينس سايد هيبقى بنفس ماشي جنب مين؟ الارتيريا سايد اللي هو بعد ما نخلص كده هيبقى الانترلوبيلر اركويت انترلوبر اند رينال فين. خلاص؟ البريشر هنا ايوه يا واطي واطي انا هنا حصل كونستريكشن فده خلى من البريشر بقى للبلد اللي خارج هنا ايه؟ نزل قلب. فالبريشر هنا 13 مليمتر مرفري وقلنا هنا ده 60 واللي بيخلي والبريشر هنا عشان هو واطي ده بيمثل فينا سايد اوف اني نورمال كابيلاري حيث انه بيحصل فيه ايه؟ ريابسورشن زي ما اتفقنا ان الريابسورشن از از امبورتنت از الفلتريشن. هي القصه ان انا واحد عايز انضف البلازما بفلتر هيوج اماونت ولازم ارجعها فاذا اتس اولسو ذا سيم ولازم نفس الفورسز. يعني لو انا هنا مثلا النت افكت مثلا 10 مليمتر ميركوري فلتر فورس لازم يكون عندي دي ابزوربشن فورس كام؟ برضه لازم يكون برافو عليك لازم يكون عندي برضه 10 مليمتر مركوري ابزوربنج فورس لانه انا ابزورب اولموست كل ما عدا يعني كنت عندي 180 لتر فلتر افري داي انا بقطعها لتر واحد فانا بمتص 99% من الفلتر فاذا برضه لازم يكون عندي نت افكت بس من الناحيه الثانيه اللي هو ليه ابزوربشن 10 برضه صح؟ او يعني اقل سنه بحيث انه فاهمين؟ انا حاجاتي بحاول ادهلكم يعني الكونسبت الفكره من القصه يعني عايزين نشوف الفكره من الموضوع بعد كده الديتيلز هنبقى نتكلم عليها فاهمين؟ في حد مش فاهم حاجه اللي انا بقوله ده؟ بتسال ايه؟ هو عمال يشرح احنا ده انت يا شريف انت ايه؟ في السؤال اللي حضرتك قلته بصراحه انا سؤال بتاع 10 اوكي طب خلينا اقوله تاني يعني انا بقول ان انا اقول فلتر 110 مليلتر اوف بلازما بير مينت اوكي اوري ابزورب 124 مليلتر بير مينت كويس طيب انا بفلتر هنا الفلتريشن ده بيديني القوه زي اي كابيلر هيدروستاتيك واوزموتيك وهنا وهنا وفي الاخر المحصله النهائيه هتكون قوه في اتجاه الفلتريشن صح؟ انا القوه في اتجاه الفلتريشن بتكون قيمتها 10 يبقى انا عندي قوه قدرها 10 مليمتر مركري pushes the fluid from here into the balance capsule كويس؟ تمام كده؟ اوكي الفلويد هيمشي بالتيوبيول بعد كده الفلويد لازم انا ارجعه تاني الى البلاد برضه قوه هيدروستاتيك بريشر والمونت بريشر وكل حاجه يبقى لازم الري ابزوربنج فورس تكون كام؟ 10 او اقل حاجه بسيطه صح عشان انا عايز ارجع الفلوس ده تاني فهمت؟
ريتم. اوكي؟ طيب شفنا الرسمة دي قبل كده امبارح بس كان دوت من غير البلاد صح؟ هنا النفرون معاه البلاد، ادي البالانس كبسولة اهي، وادي الضغط الكابيلاري، وادي الارتريول القفل الارتريول، وادي الافرنت ارتريول، وادي البريتيكولار كابيلاريز، وهنا شكلها انها بريتيكولار كابيلاريز بس و بس. طيب اللي فات ده كله كان بيتكلم عن البلاد سبلاي. النيفرون يعني ك ك ك اناتوميكال او فانكشنال يونت، وعلى البلاد واهميه العلاقه ما بين الاثنين. كويس؟ طيب في عندنا ان ايتش نيفرون في حاجه سبيشاليزد كده ستراكشر اسمه ذا جاكستا جلوميرولار ابريز. خلوا بالكم جاكستا يعني جنب، جلوميرولار يعني جنب الجلوميرولز. كويس؟ الجاكستا جلوميرولار ابريتس دي هي البوينت اوف كونتاكت. عايزه اوريكم رسمه دي ممكن تكون واضحه. كلمة الجاكستا جلوميرولار ابريتس دي عبارة عن دلوقتي احنا اتفقنا ان النيفرون عبارة عن الجلوميرولس، وبعدين الاول جزء من التوبيول اسمه ايه؟ بروكسيمال كومبيوتد تيوبيول، وبعدين النيوروفان نازل طالع، وبعدين مين؟ ديستال كومبيوتد تيوبيول. اول عند بدايه ما تبتدي يبقى في ديستال كومبيوتد تيوبيول بتيجي ان كونتاكت ويز في عامله ازاي؟ يعني انا القفل بديفرنت اهم، وادي ديستال كومبيوتد تيوبيول طالع، يعني هي كانت كده القفل بديفرنت اهم. التيوبيول يعني كان في جلوميرولس وتيوبيول نزلت وعملت لوب فين وطلعت بالديستال. الديستال جت هنا ان كونتاكت وذ افرنت اند ديفرنت، اهي بوينت اوف كونتاكت اهي. شايفين الديستال طلعت تاني وهتكمل بقى. At this point of contact اللي هي جاكستا جلوميرولس جنب الجلوميرولس بيكون في تحوير في الاستراكشر بتاع الديستال. الابيثيليال سيلز بتاعت الديستال كونفوليوتد تيوبيول بتتغير بتكون مختلفه كده، بيسموها ماكيولا دنسا، بتبقى جرانيولار وبتبقى ديفرنت عن ذا اذر ابيثيليال سيلز. الاستراكشر المختلف ده اسمه كيمو ريسبتور، ات از كيمو ريسبتور. يعني اذا يتواجد او موجود في الديستال كونفوليوتد تيوبيول عند نقطه التقاء بجلوميرولس وهي طالعه عند البدايه، الابيثيليال سيلز بتتحور وتتحول الى كيمو ريسبتور. كيمو ريسبتورز بيحسوا بايه؟ ريسبتورز ايه؟ صوديوم كلورايد. They sense the concentration of sodium chloride. صوديوم كلورايد فين؟ في التوبيول. التوبيول جوه التوبيول اهو هنا ده التوبيول من جوه. كويس؟ التوبيول دي فيها ايه؟ برافو عليك. التوبيول دي فيها اصلا بلازما صح؟ ما هو لما حصل فلتريشن مين اللي فلترت؟ بلازما ماينس مين؟ مفيش بروتين. يبقى اذا ده فلتريت اللي عمله حصل الفلتريشن ده عباره عن بلازما زي ما انت قلت بالظبط بس ماينس بروتين. كويس؟ هذه البلازما بتمشي فين؟ في الرينا تيوبيول. ماشيه في الرينا تيوبيول، تتهادى في الرينا تيوبيول. طول ما هي بتتهادى في الرينا تيوبيول بيحصل لها ايه؟ عماله بقى حاجات ري ابزوربشن ري ابزوربشن، وفي حاجات بتبقى سكريتد. فاذا بتتحول من بلازما الى ايه؟ بنقول عليها فلترت، وبعد كده بتتحول جرادولي الى ايه؟ يونت. احنا قلنا كل نفرون بيعمل يونت ولا ايه؟ طيب اليورين ده كان اصلا ايه قبل ما يبقى يورين؟ كان بلازما ما فيهاش بروتين ماشي في النفرون في التوبيولز. طول ما هو ماشي ري ابزوربشن سكريشن لبعض الحاجات، وتغييرات تغييرات تغييرات، كل التغييرات دي طول ما احنا ماشيين الى ان في الاخر خالص عند الكولاب التوبيول يتحول الى ايه؟ خلاص يبقى يروح بقى، هيروح على البابيلا، على الدانيو كيليكس، على الميجر كيليكس، على البيلفس، على اليورتر، على بره، على بلاد يعني على بره صح؟ يبقى اذا الماكيولا دانسا دي عباره
سيلز اللي هي كانت اصلا لايننج الشديول عادي. في الجزء ده في الحته دي مطرح ما بتيجي ان كونتاكت جاكستا جلوميرولر بيحصل بيبقى في سيلز بتموديفاي وبتتحول الى كيمو ريسبتور. الكيمو ريسبتور دول بيحسوا بايه او بيقيسوا ايه؟ كميه الزوجه الجراد اللي جايه. طب بالعقل كده لو انا عندي الجلوميرولر فلتريشن ريت كتير هيوصل لها ايه؟ الصوديوم كلورايد كتير هتروح قايله للي فوقيها اللي هو الجلوميرولس او يعني جنبها كفايه ده كتير قفله كتير في الحنفيه. لو الجلوميرولس فلتريشن قليل هيوصل لها ايه؟ الصوديوم كلورايد قليل. تقول للجلوميرولس ايه؟ هاتي اكتر زودي جي اف ار صح؟ جي اف ار هو ايه؟ لما الجي اف ار ده يزيد زياده قوي تروح ايه؟ تقفل. لا قفلت. لو قالت تقول ايه؟ لا استنى شويه هاتي شويه كمان. فاذا الماكولا دنسا عباره عن موديفايد ابيثيليال سيلز اوف ذا ديستال كونفوليوتد تبيول وير ات كامز ان كونتاكت او بيكامز جاكستا تو ذا جلوميرولس. اوكي؟ اند ذي ار كيمو ريسبتورز. This is the first component of the juxta glomerular apparatus اللي هو اسمه ايه؟ ماكولا دنس. هي دنس لانها جرانوليتد وبالتالي بتبقى شكلها دنس لما في الميكروسكوب تحت الميكروسكوب وبالتالي يسموها ماكولا دنس. اهي شايفينها؟ طيب الماكولا دنس جايه جنب بص جنب مين؟ مين ده؟ تحولات
ده مين ايه ده ده خلاص يا جدعان لا انا لو خلاص في صوت يعني من بدري يعني لو شفت حد بيتكلم تاني انا اقول بقى يريح ويستريح الوزارة بتفعل ان الماكولا دنسة بتسنس دي اكيد مرسابتس دي سنس دي امونت اوف صوديوم كلورايد اللي بتشوف لك نمبر 2 جاكس اجلومينر سيلز عباره عن ابيثيليويد جرانيولر سيلز موجوده في الميديا اوف ذا افرنت ارتيريول شويه كمان في الافرنت بس يعني مين افرنت دي اكت از بار ريسبتورز تو ديتكت تشينجز ان ذا بيرفيوجن بريشر دي ار ستيمولييتد لما يحصل ديكريز في الرينال بيرفيوجن بريشر نتيجه بقى هايبوكوليميا او تنشن وات ايفر دي ويل سيكريت ايه The cells in the juxtaglomerular cells in the afferent arteriole will sense this hypotension or this drop in blood pressure and they will secrete them. على فكرة حاجة مهمة قوي في النفرون في الجديدة cells of the nephron they are very active cells. يعني النفرون cells of the nephron are very active cells. وبالتالي they need in blood and oxygen. They need oxygen. لأنه cells دي طول الوقت they are عندهم مكنه كده شغاله ايه المكنه اللي شغاله دي بام اي بام صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز the sodium potassium ATPase pump is present on the basolateral surface of almost all مش كله لانه الثين descending ما فيهاش القصه دي لكن الباقي في البامب دي المكنه دي شغاله هي اللي بتستهلك most of the energy consumed او يعني consumed بكده This pump is very important. It's all the time working to pump Ibarra. Still, to pump sodium. Again, it's A. Concentration gradient. What do you mean after Barra? Sodium. But when I pump sodium to the outside, I'm pumping again, it's gradient. You get the energy. وبتبام ثلاثة كم مرة صوديوم؟ ثلاثة وكم جوه بوتاسيوم؟ دخل اثنين بوتاسيوم. So this مكنة, this pump, هذه المكنة It is working all the time in the nephron. في الشبلر سيلز عشان كده الاندوثيليال سيلز ما تقدرش تستحمل الهايبوكسي. Cannot survive لو البلاد اوكسجين قل. عشان كده الهايبوكسي is a very strong stimulus. لما يحصل دروب في البلاد فوليوم لما يحصل اي حاجه كده بتبتدي يحصل سكريشن اوف رينال عشان تو انكريز ذا بريشر عشان نرجع تاني. ماشي؟ فاذا الشبلر بس يا ابني انت كلمش تاني عشان هتقول خلاص مش انت لو زمرت برضه مش مشكله طيب بس مش عايز اتكلم فبالتالي الابيثيليال سيلز are very active and very demanding they need a lot of A of كويس فاذا الجاكس اجلوميرال سيلز are granulated cells that contain renin and when the perfusion pressure decreases they will be stimulated and renin is released ليه السيلز زي ما قلنا عباره عن سيلز موجوده ان بتوين يعني في الاريا كده وبرضه بيسكريت رينين لنفس الاستيرويد نعم ليه السيلز يعني بصي يعني الحقيقه مش معروف عنها كتير فيعني مش هقدر اقول برضه سيلز ده انها مش موجوده في البلاد مش موجوده في الهول البلاد لازم هي موجوده ان ذا ميدل ما بين في الوسط فممكن نقول انها اتس افكتد بالتشينجز دي بس ما اقدرش اقول ان هم بره يعني مش مكتوب ان هم بره اوكي؟ طب ازاي الماكينة دانسة بتستميليت جاكسا جاكسا جلوميري سيلز انها تطلع رزق؟ سؤال كويس جدا هنيجي الكلام ده دي سؤال جود كويستشن هنجي له دلوقتي اوكي؟ السؤال بيقول ازاي الماكينة دانسة طب ايه يعني لما الماكينة دانسة طب ليه مفيش صوديوم كلورايد او قليل طب تعمل ايه؟ ازاي هتستميليت بقى القصه دي؟ هنقول دلوقتي هنقولها لما نقول على فكره جاكسا جلوميرولا ابريتس من الحاجات اللي بتتسال فيها كتير يعني بتيجي فيها اسئله يعني طبعا هو كله مهم يعني بس جاكسا جلوميرولا ابريتس ليها يعني كده حلوه طيب ده جاكسا جلوميرولا
الجي في اب الاثنين دول مع بعض. يبقى اذا واهميه ان انا اريجليت الرينال بلازما فلو عشان امينتين كونستانت جي اف ار. ما هو انا الهدف بتاعي ما انا اعرف الهدف يبقى نعرف الهدف بتاعي ان الجي اف ار ده يبقى مينتين دايما صح؟ في كل الظروف. انا مش عايزه مثلا انا حد يجيله هاي بوتنشال ناخده يقطع شويه يقوم الجي اف ار يقل. ولا لما الجي اف ار يقل يبقى معناها ايه؟ I'm not excreting the waste. يبقى اذا الكيدني مش عارف يعمل شغلها مش كده؟ يبقى انا هدفي ان انا تمنتين ذا جي اف ار. طب انا عشان امنتين الجي اف ار لازم ادي مين الماده الاوليه للجي اف ار؟ البلازما مش كده؟ مين اللي بيكون الجي اف ار؟ مش البلازما؟ طيب يبقى انا لازم ادي كيدني الماده الاوليه اللي هي البلازما عشان تفلتر البلازما دي صح؟ فانا لو انا في اي ظروف بقى انا جالي بعض ضغط وتي خالص ضغط وتي ابص الاقي خلاص مفيش برفيوجن للكدني وجي اف ار نزل. لو انا ضغطي عالي قوي الدنيا بقى الجي اف ار يزيد جدا جدا والتشيزدان برضه مش عايزه كده. الجي اف ار هاز تو بي مينتين او كيبت في الرينج بتاعه اللي هو 25 مللي بير مينت اراوند كده. عشان انا اعمل كده لازم لي بلازما فلو تكون اولموست يعني ماشي ستيبل في النورمال كونديشن طبعا صح؟ لو ضغط وطي قوي لو ضغط عالي قوي كده. عشان كده الكيدني عندها حاجه اسمها اوتو ريجيليشن. It's a very evident يعني اوتو ريجيليشن ده احنا عارفين انه موجود في اورجنز كتير بس في الكيدني it's very clear. The kidney has a very evident auto regulatory mechanism. يعني ايه auto regulation؟ Not dependent on نويز ولا اي حاجه. Not dependent on external innervation. هي الكيدني نفسها بتعرف تظبط الدنيا. خلاص؟ يبقى اذا الكيدني has an auto regulatory mechanism that will maintain the renal plasma flow for the sake of الجي اف ار. عشان الجي اف ار ده هو الوسيله اللي احنا بنخلص الجسم من الوسيله اللي الكيدني بتعمل فيها شغلها صح؟ الجاكس اكومير ابريتس ده ليها دور في القصه دي. فاذا الجاكس اكومير ابريتس بتلعب دور امبورتنت رول ان اوتو ريجيليشن اوف ذا رينال بلازما فلو او رينال بلاد فلو اند ايفينشولي ذا جلومير فلتريشن ريت لا في التغيرات في البلاد بريشر. احنا البلاد بريشر عندنا بيتراوح او يعني سيستوليك ودايستوليك ما بين 120 80 مش كده؟ الاوتو ريجيليتور ميكانيزم بتاع الكيدني ممكن تمنتين جي اف ار كونستانت في بلاد بريشر من 80 ل 200 او هتبقى في الكورس الثانيه من 90 ل 220. يعني ممكن بلاد بريشر يتغير من 90 ل 220 الجي اف ار مالوش دعوه، الرينال بلازما فلو مالهاش دعوه والجي اف ار مالوش دعوه، شغال. يبقى اذا in the changes in the blood pressure the renal plasma flow is kept constant and the GFR is kept constant within طبعا ايه this range اللي هو من 80 ل 200 او من 90 ل 220 اوكي؟ الجي اف ار الجاكس اكومير ابريتس برضه is important for regulation of arterial blood pressure طبعا through a renin angiotensin system صح؟ ده اللي قلناه لما اتكلمنا عن functions of the kidney. قلنا الكيدني بتظبط البلاد بريشر باي شورت تيرم وباي لونج تيرم. الشورت تيرم هو الرينال انجيوتنسي واللونج تيرم هو ايه؟ الصوديوم. ومنتين تمام الصوديوم ذا اكسترا سيلولار فلور هاز اوف الصوديوم از ذا مين اكسترا سيلولار كاتاين وبناء عليه يبقى الميه وبناء عليه ريجوليتور اوف ذا فوليوم اوف ذا اكسترا سيلولار فلور اند اتس امبورتنت فور ذا بلاد بريشر ريجوليشن. فاذا الكيدني بتظبط البلاد بريشر عن طريق ايه؟ شورت تيرم اللي هو الرينال انجيوتنسين وده بيتم عن طريق الجاكستا جلومير ابريتس. يبقى جاكستا جلومير ابريتس مهمه جدا. نمبر 1 فور اوتو ريجيليشن اوف رينال بلازما ونمبر 2 فور ريجيليشن اوف ارتيريال بلازما. وزي ما قلنا ريجيليشن اوف رينال بلازما فلو ايكوال ريجيليشن اوف ايه؟ طيب الاوتو ريجيليشن
blood flow زاد blood flow في الافرنت ارتريول زاد يعني حصل له ايه؟ ستريتش this stretch will lead to contraction so this is it's called marginal it's a property in the smooth muscle of the arteriole so this is not ولا حتى شخص تكبير اوبريتس this is just marginal يبقى اذا الكدني عندها اوتو جلاتر ميكانيزم فور الرينال بلازما فلو اول واحد عن طريق ان مجرد ان زياده فلو يحصل كونستريكشن this is marginal it's a property of the smooth muscle of the arteriole so this is number one number two is the just marginal اوبريتس ميكانيزم اوكي يبقى تاني لخبطوا يبقى اذا زي ما اتفقنا ان الكيدني عندها اوتو جلاتر ميكانيزم تو ادجاست that to keep the flow relatively constant despite marked changes in the arterial blood pressure. فيعني with rise of pressure up to 220 ده
at low pressure, relaxation of vascular smooth muscle of the afferent anterior, which decrease the resistance and maintain the flow. اللي هو الكلام اللي قلناه هنا ان الافرنت يزود الفلو. زاد البريشر هيحصل كونستريكشن يقل الفلو. قل البريشر هيحصل ريلاكسيشن يزيد ايه؟ الفلو. This is just as simple as that. This is the direct myogenic effect controlling in the autoregulatory mechanism. Other mechanism بقى is not as simple as that. This is the السؤال بتاع حضرتك. This is how the juxtaglomerular apparatus بقى بتعمل القصه دي. اسمه tubulo glomerular feedback. يعني tubule بتفيدباك عشان تغير الجلوميرولز. هتغير ايه في الجلوميرولز؟ ها؟ ايوه ازاي يعني؟ يعني ايه في الجلوميرولز هتغيرها؟ ايوه بص هتغير الافرنت والافرنت. ما هو احنا القصه كلها ايه؟ افرنت بيظبط الفلو وافرنت بيظبط الفريشنس. زاد الدايليشن زاد الفلو. هنا كونستريكتد زاد ايه؟ ركزوا دي مهمه. لما الافرنت يحصل يحصل كونستريكشن احنا ايه؟ هيزيد البريشر. لما يزيد البريشر يحصل ايه؟ تشيز يزيد. يبقى احنا عشان نظبط الاوتوريجيليشن هنا هنلعب هنا. هنلعب هنا في الملعب. ايه الملعب ده بقى؟ الميكانيزم ده اسمه تيوبولو جلوميرولار فيدباك. برضه من الاسئله المبسوطه. يعني في حاجه اسمها تيوبولو جلوميرولار فيدباك وعقبال املتكم كده في جلوميرولار تيوبولار فيدباك. فانتوا بتتسالوا اوقات في مره جه سؤال قول ايه هو تيوبولو جلوميرولار اند جلوميرولار تيوبولار. اوكي؟ فيعني ما علينا خلينا دلوقتي هنا. فالتيوبولو جلوميرولار فيدباك هو عباره عن ايه؟ عباره عن تيوبولا فيدباك للجلوميرولار. الكلام اللي انا قلته دلوقتي النابلة دي جالها صوديوم كلورايد قليل هتعمل ايه؟ هتقول ايه؟ بتعمل حنفية صح؟ انتوا يا جماعة بتعمل حنفية ما عنديش مية صابون على وشي ومطر خلاص؟ فإذا decrease صوديوم كلورايد reaching the macula densa will lead to signals. مش عارفين ايه سيجنالز فايه؟ عنده هاي سيجنالز دي بتعمل ايه؟ عايزه تزود الجي في ار صح؟ عشان نزود الجي في ار هنعمل ايه؟ هنا دايليشن وكونستريكشن صح؟ دايليشن الافرنت زود الفلو مودريت بس خلي بالكم من كلمه مودريت يعني مودريت كونستريكشن الافرنت يعني مش هقفل بقى الميه خالص مودريت كونستريكشن الافرنت This will lead to increase in the pressure, so increase GFR, so sodium chloride actually اللي وصل الماكرو دينسا هيزيد. Okay? This is called tubulo glomerular feedback. ماشي؟ يبقى التوبيول مين الحته اللي في التوبيول اللي بتفيد بقى للجلوميرولاس؟ ماكرو دينسا. لانها هيمو ريسبتور. هيمو ريسبتور ليه؟ سوديوم كلورايد. سوديوم كلورايد ايه؟ اللي جاي لها فهي لما ما تديهاش صوديوم كلورايد كفايه هتقول للجماعه ايه؟ الجماعه افتحوا حنفيه. افتحوا حنفيه يعني ايه؟ وسعوني افرنت ضيقوني الافرنت وسعوني الافرنت يزيد الفلو ضيقوني الافرنت يزيد البريشر وفي الاخر يعني لما الفلو يزيد طبعا البريشر هيزيد وبالتالي الجي اف ار هيحصل ايه؟ هيزيد صوديوم كلورايد اللي واصل للماكرا دلتا هيزيد وهتعرف تشيل الصابون من ايه؟ معلش. طيب دكتور ده عن طريق لان الاجيوتنسر سيستم. بص ما تعديش الدنيا عشان هي بتقع. هو بص هو في جزء هنا هيبقى لنا برضه بس انا مش عايز اخش فيه دلوقتي. اوكي؟ يعني الرينن طبعا يعني الديس كونديشن الرينن كمان هيبقى سكريتد والرينن هيطلع لي انتيتنسن 2 وانتيتنسن 2 هيعمل لي كونستريكشن للايه؟ اديشنال طب ما ده لوكال بعده خلي بالك احنا لسه احنا يعني احنا بنتكلم كده كله لوكال اوكي ممكن اروح الحته دي اذا كنتوا عايزين انا بس حابه اجلها شويه اجلها شويه بعد الاجازه اتس اوكي يعني خلينا نفهم دلوقتي انتوا فهمتوا دي
بيقل الهيدروستاتيك بريشر يقل الجي اف ار. خلاص يبقى هي اتس جاست فهمتوا ولا لا؟ يعني ساعه هقولها تاني يبقى ايه ده اللي احنا بنتكلم عنه؟ ده اسمه تيوبولو جلوميرولا فيدباك. ايه تيوبولو جلوميرولا فيدباك؟ واحد من ايه؟ من التو اوتو ريجولاتوري ميكانيزم. واحد من التو اوتو ريجولاتوري ميكانيزم اللي هما بيتحكموا في الرينال بلازما فلو اللي زي ما قلنا اتس فيري امبورتنت كده. دي اكتر من ميكانيزم صح؟ كل ما الحاجه الفيزيولوجيك افكت تبقى مهمه اكتر كل ما ايه؟ ميكانيزمات بتزيد زي الخطاب بتزيد كده مش كده. طيب الجبلو جلوميرولار فيدباك وانت سوبر كلاس ديكريز اللي هو واصل للماكيولا دنسا بيقل. الماكيولا دنسا ويل ستاند سيجنالز تو دو وات؟ اهو arteriolar dilation increase arteriolar constriction. This will lead to increase in the vasostatic pressure which will increase the GFR وبالتالي هيزيد الصوديوم كلورايد اللي واصل لمين؟ للماكيولا دنسا. So when the macula densa suffers decrease sodium chloride it will send signals to dilate afferent, constrict efferent and بالتالي increase the GFR. On the other hand, when the sodium chloride reach in the macula densa decreases at this this point, this will stimulate production of adenosine as a vasoactive substance that will lead to constriction of the afferent. When the afferent arteriole constricts, هيحصل ايه GFR؟ هيقل نتيجة نقص ايه؟ الرسمه دي فيها رنن اللي انت عايزه بس انا مش يعني مش عايزه قوي فيها كده هنا ان ضمن الماكرا دنسا ده اللي عاوزه ان الماكرا دنسا البدايه كانت ان هنا نقص ارتيريال بريشر نقص جي اف ار ماكرا دنسا جالها سيل الكورال قليل عملت ايه؟ قللت الريزيستنس اوف ذا افرنت ارتيريول. قللت الريزيستنس اوف ذا افرنت ارتيريول ازاي؟ قلنا سيجمنتس عملته دايلتيشن اوكي؟ انا قلت لكم انها عملت دايلتيشن للافرنت وكونستريكشن كويس؟ غير الاناثر ميكانيزم هنا في هذه الحاله برضه مع نقص الارتيريال بريشر والانكريس بريشر اوف ايه؟ رن الادرينال هيطلع ايه؟ انجيتنسن 2. انا كنت قلت لكم قبل كده ان انجيتنسن 2 سبيسيفيكالي كونستريكت ايه؟ وبالتالي احنا وصلنا لنفس النتيجه وسعنا ده ضيقنا ده زودنا